ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وبعد. يسأل سائل عن فضل ليلة القدر. ليلة القدر في الحقيقة هي ليلة العمر، والإنسان إذا جاء رمضان إنما يترقب هذه الليلة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام تفقدوها أو ترقبوها في العشر الأواخر من رمضان، في أوتار العشر من رمضان. وقيامها هو من أعظم القيام، ومن حرم خيرها فقد حرم الخير، فقد حرم الخير كله. فهي ليلة هي خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة ألف شهر. تنزل فيها الملائكة، والملائكة في هذا الشهر المبارك لا تتنزل إلا بالخير والبركة، لا تتنزل إلا بالخير والبركة. وقيامها قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي ليلة يترقبها الإنسان ويخلص فيها الدعاء إلى الله عز وجل والاستكانة والتضرع بين يديه، عسى الله تعالى أن يكرمه بخيرها وفضلها، وأن يجعله في تلك الليلة من عتقائه سبحانه وتعالى من النار. فإن الله تعالى قد فضل هذا الشهر بأن جعل في كل يوم عند الفطر دعوة مستجابة لكل صائم، وفي كل ليلة يعتق الله عز وجل عبادا له من النار. لذلك كان الاجتهاد في ليلة القدر بل في الشهر كله فضلا عن العشر أن يكون قويا، أن تكون عبادة العبد في ذلك الوقت متميزة، أن يتميز الإنسان في ذلك الأوقات بتلاوة القرآن، أن يختم القرآن مرات ومرات، عسى أن يحظى بالفضل والخير. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله وخيره وأجره، والحمد لله رب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.